الفلوين بايبس تمام. اي سيستم عندنا بيبقى مكون من بايب سيستم، يعني عباره مثلا لو انا عندي خزان في ماسوره بتسحب من الخزان، وموجود في عندي مضخه تمام، والمضخه بترفع تمام، بيبقى عندي في مجموعه مثلا فيتنجز تركيبات، يبقى في عندي مثلا ايه ما بين محبس بالشكل ده كده، وبعدين في كوع او في مثلا حرف تي تمام. يبقى انا عندي دلوقتي مثلا اي سيستم في البايب لاين بيكون بالشكل ده كده، عندي بايب خزان ادي تانك واحد تانك واحد، في عندي البامب معايا بترفع الميه من الخزان، في عندي كوع البو تمام، البو تاني بالشكل ده، عندي في فالف اللي هو ما يسمى بالمحبس، في عندي تي كونكشن اللي هي الوصله اللي بنقول عليها حرف تي، بتدي مثلا لتانك رقم اثنين او تانك رقم ثلاثه على حسب البايب سيستم بتاعي هنا بالشكل ده عباره عن ايه. طيب في عندي بقى ايه اي سيستم زي ما احنا اتفقنا اللي بيتكون من مجموعه المواسير. طيب اول حاجه لازم نعرف معرفنا ان السيستم ده بيتكون من مجموعه المواسير والكونكشنز والبامب والحاجات اللي زي ديت، هنيجي نشتغل على ايه حاجتين مهمين جدا بقى. الكونكشن بتاعه البايبس ديت اي وي المفاقيد. اول حاجه هنتكلم عن اللوسز داخل البايب سيستم تمام، losses in pipe system. في عندي نوعين من المفاقيد الموجوده عندي في السيستم بالشكل ده كده. اول حاجه major losses وminor losses، مفاقيد عظمى ومفاقيد صغرى تمام. وهنعرف ليه اتسمت major losses وminor losses تمام. طيب أول حاجة الـ major losses الـ H losses تمام بتساوي F L على D V square على 2 G، والـ H losses بتساوي summation K D square على 2 G. طيب الفراكشن تمام او الميجر لوسز اللي هي نتيجه الاحتكاك المفاقيد التي تنشا في النظام او التي تنشا في المواسير نتيجه الاحتكاك تمام. يبقى انا عندي ديو تو فراكشن فاكتور او معامل الاحتكاك في ال L على D او طول الخط على دايمتر في ال V سكوير على 2 G، وهنا الفيلوسيتي اللي هي سرعه الميه في المقطع الخاص بتاعنا هنا. طيب هنا بقى المفاقيد الصغرى سميشن K ديت اللي هي معامل الفيتنجز بتاعنا. طيب الفيتنجز بتاعنا ديت لكل تركيب من تركيبات المواسير لها معامل K. طيب انا دلوقتي عندي البايب سيستم بتاعي هنا لو نبص عليه كده مع بعض، في عندي الكوع بتاعي بالشكل ده كده، وفي عندي المحبس، وفي تي، وفي ممكن في عندي هنا دلوقتي السادن كونتراكشن، وفي عندي السادن اكسبانشن ان الميه بتخرج من مقطع ضيق لمقطع واسع تمام. لكل معامل من ده له الكي بتاعه، الكي بتاع التي لها معامل كي، المحبس
له معامل كي، الالبو ليه معامل كي، والالبو تاني على حسب الزاويه بتاعته له معامل كي، والسادن كونتراكشن لها معامل كي. يبقى انا المفاقيد الصغرى بجمع الكيز المختلفه ديت واضربها في الفي سكوير على 2 جي. تمام؟ بجمعها واضربها في الفي سكوير على 2 جي. تمام؟ طيب يبقى احنا قلنا الكي ديت ايه بقى؟ ممكن تكون نتيجه الالبو او ممكن تكون نتيجه في عندي فالف، ممكن يكون في عندي تي، ممكن يكون في عندي السادن كونتراكشن او السادن اكسبانشنز. تمام؟ يبقى كل معنى كده ان انا بجمل كل ده عباره عن due to all fittings. تمام؟ نتيجه كل التثبيتات بتاعتي الموجوده في السيستم. طيب احنا قلنا هنا يبقى انا عندي هنا دلوقتي الاتش لوسز هنرمز لها بالاتش ال اف، والاتش لوسز اللي هي مينور. تمام؟ يبقى انا عندي الميجور والمينور، الميجور ديو تو فراكشن والمينور ديو تو ايه؟ المفاقيد او ديو تو اول فيتنجز. طيب يبقى انا هقول الاتش لوسز كلها توتال بتساوي اف في ال على دي في سكوير على 2 جي زائد السمشن الكي الاثنين مضروبين سوري انا عيد تاني بس لو سمحتم. تساوي ناخد الفي سكوير على 2 جي، نفتح قوس اف في ال على دي زائد سميشن الكي. طب لو جينا بصينا من هنا في المعادله اللي فوق ديت هنا كده، يبقى هنا الفي سكوير على 2 جي عامل مشترك، وهناخد نضرب الاف في ال على دي زائد السميشن كي، يبقى الاتش لوسز توتال الفي سكوير على 2 جي مضروبه في مجموع الفراكشن فاكتور و المينور لوسز. الاف هنا زي ما احنا قلنا كده اللي هو ايه؟ والفراكشن فاكتور ده اللي هو معامل الاحتكاك. تمام؟ بنديه لحضرتك رقم قيمته موجوده حضرتك بتاخدها في المساله. طبعا الفراكشن فاكتور بيجي منين وبيتحسب ازاي؟ دي قصة تانية طبعا، لدي الوقت المحاضرة والسمر كورس عندنا، فأنا بدي لك قيمة معامل الاحتكاك في المسألة جاهز. طيب معادلة الـ H losses ديت بقى أنا باخدها بستخدمها فين؟ نيجي احنا المرة اللي فاتت كتبنا معادلة برنولي، نسترجع كده معادلة برنولي مع بعض. الـ B على جاما زائد الـ V سكوير على 2 G زائد الـ Z، طبعا الكلام ده عند نقطة واحد، بيساوي عند نقطة اتنين ال في اتنين على جاما زائد ال في اتنين سكوير على 2 جي زائد الزد اتنين زائد ال اتش لوسز ناقص ال اتش بام زائد ال اتش تربن. يبقى ديت معادلة برنولي ايكويشن، المعادلة النهائية أو المعادلة الكاملة للصورة بتاعتنا لو هنيجي نشتغل على فايب نتورك كامل. طيب زي ما احنا قلنا كده حضراتكم معادلة برنولي نعد كده مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أطراف في المعادلة، عندي 9 بارامترز. علشان اجيب واحد منهم لازم يكون عندي الثمانيه التانيين. تمام؟ لازم يكون عندي ايه؟ الثمان اطراف التانيين بالمعادله. طيب دلوقتي المعادله بتاعي زي ما احنا قلنا كده في عندي تسعه، طيب انا لما اجي اطبقها على كل كيس او على كل مساله هنشتغل بيها لازم بقى اشوف السيستم بتاعي. طب انا خليني اذاكر شويه اشوف مثلا انا عندي
اللي السيستم بتاعي مثلا لو هوريزونتال يبقى انا عندي الدلتا زد بزيرو، او لو هيديني قيمتها الخزان بيفتح للضغط الجوي بيرمي للضغط الجوي. عندي مثلا الاستجنيشن تمام، وهنشوف الاستجنيشن اللي احنا ما كناش اتكلمنا عليه المره اللي فاتت هنتكلم عليه دلوقتي ازاي. طيب عندي السيستم بتاعي ما فيش فيه توربن يبقى انا بلغي خلاص بريح دماغي، ما فيش فيه بامب خلاص يبقى انا ايه، شوف انا بلغي ازاي وانا شغال، يبقى انا عندي اللوسز. طب نجيب اللوسز منين؟ نخش نجيب اللوسز ونشتغل عليها، يبقى انا اشوف الدنيا ماشيه عندي ازاي واقدر اشتغل معاها. واضح يا شباب ولا لا؟ يبقى انا اشوف انا ايه، بعرف السيستم لو اتكلم فيه بامب يبقى انا بسيب قيمتها واجيب الاتش بامب، لو ما فيش فيه بامب وما فيش فيه تربن يبقى انا على طول ايه بحذف النفقيد او بحذف الكلام ده. اللوسز بنجيبها من المعادله اللي هي بتاعه اللوسز. طيب معادله اللوسز اصلا وانا شغال بجيب فيها، قال لي السيستم بتاعي ما فيش فيه فيتنجز خالص تمام، يبقى هيتفضل معاندي الفراكشن فاكتور او اللوسز ديو تو الفراكشن فاكتور. طب ما فيش فيه، قال لي اعمل الفراكشن فاكتور، بس غالبا ما ينفعش اعمل الفراكشن فاكتور او اللوسز ديو تو فراكشن لان هي اسمها مفقيد عظمى. كلمه مفقيد عظمى يعني ايه؟ يعني اصلا قيمه المفقيد ديو تو فراكشن بالنسبه لقيمه المفاقيد بالنسبه للفيتنجز بتبقى هنا كبيره جدا، لذلك ساعات في بعض الاحيان بنهمل المفاقيد الصغرى مقارنه بقيمه المفاقيد العظمى، عشان كده بنسميها الميجور لوسز. فلو انا ههمل المينور لوسز لكن ما اقدرش اهمل الميجور لوسز ماشي. يبقى في المساله بتاعي خلي بالك ممكن مثلا يقول لك ايه اهمل المينور لوسز، حتى لو اديها لك بس قال لك في الحسابات اهملها بتخلي بالك ما تقعش في الخطأ ده. طيب جينا قلنا حته كده هنتطرق لنقطه فرعيه ما كناش اتكلمنا عليها المره اللي فاتت اللي هي الاستجنيشن فيلوسيتي تمام. نبص كده على بعض مع بعض على الاستجنيشن وهنرجع نكمل الجزء بتاعنا ده. طيب انا عندي اليو مانومتر او البايبس بتاعي بالشكل ده كده، ما بنحط عليها ما بنحط مانومتر تمام. المانومتر بيقيس لإيه؟ ضغط، قيمة اتش. أنا عند نقطة واحد، عند نقطة واحد البي عند نقطة واحد بتساوي رو جي اتش صح؟ ماشي؟ يعني الاتش عندي هنا بتساوي البي على رو جي اللي هي ارتفاع الاتش ده كده يمثل قيمة الضغط اللي هو ايه؟ الموجود هنا اللي هو البي على جام تمام؟ طيب بنيجي نعمل بقى ايه؟ ده بيقيس حاجه اسمها static head. طيب لو انا صممت المانومتر بتاعي بالشكل ده كده بالشكل ده كده السريان بتاعي ماشي كده تمام، الميه ماشيه كده. طيب الميه جت مشت دخل البايب ديت بالشكل ده كده، البايب على شكل كوع زاويه 90 درجه، دخلت ايه اللي حصل؟ صدمت في الجدار ده فوقفت نقطه الميه هنا بالشكل ده كده، فنتيجه وقوف نقطه الميه هنا كده ايه، طبعا الميه وهي ماشيه كانت عامله لي ايه، عامله لي ارتفاع قيمته اتش، بس نتيجة إن المية أو الفلو بتاعي اللي ماشي جوه الماسورة اللي بالشكل اللي بالانحناء اللي موجودة عمودية على المسار بتاعي، نقطة المية وقفت هنا كده، فسرعتها من قيمة تمام تحولت إلى إيه؟ بتساوي زيرو. السرعة بتاعتها ديت وقفت بقت إيه؟ قيمتها بصفر. فنتيجة تحول السرعة ديت من قيمة اللي وقفت لسكون فجائي تمام؟ طلعت إيه؟ الهيد بتاعي زاد إيه بقى؟
قيمة بالشكل ده كده، فبقى ايه؟ اتش كابيتال. يبقى هنا الاتش كابيتال بقى في فرق مسافة ال ما بين الاتش الجديدة والاتش القديمة. الاتش الجديدة او الاتش كابيتال ديت ليه بقى؟ هي عبارة عن الاتش القديمة اللي هي الاتش سمول اللي هي الاستاتيك هيد، زائد ما تم تحوله من قيمة السرعة بقيمة إلى صفر اللي هي تحول طاقة الحركة. طيب هنيجي نطبق عند نقطة اتنين نشوف كده. طيب هنكتب برنولي عند نقطة واحد ونقطة اتنين، تمام؟ دي واحد على جاما زائد دي واحد سكوير على اتنين جي زائد زد واحد بتساوي دي اتنين على جاما زائد دي اتنين سكوير على اتنين جي زائد زد اتنين. طبعا لو انا هفترض ان انا بحل المسألة دي هوريزونتال، يبقى الزد واحد مع الزد اتنين خلاص، عشان ايه؟ عشان ايه؟ نسهل على نفسنا الحل. طيب السائل بتاعي عند نقطة واحد، احنا قلنا الهيد بتاعي اللي هو البي على جاما، تمام؟ اللي هو الاستاتيك هيد بالشكل ده كده، ماشي؟ طيب والفلوستي السائل بتاعي ماشي بالسرعة ده نقطة المقطع هنا الاستاتيك هيد. عند نقطة اتنين اللي انا عملته في الديزاين بتاع المانومتر هنا او البايب بتاعي المانومتر ده، عملته بالكوع ده، حول لي السرعة من السريان بتاعي لسرعة بزيرو، يبقى القيمة بتاعتي هنا ايه؟ بقت بايه؟ بصفر، نتيجة ما يسمى ايه بقى؟ البيتي تيوب ديزاين، تمام؟ الماسورة اللي بالشكل ده كده، الكوع اللي جاي بالشكل ده كده، اللي هو نازل بالشكل ده كده، وكوع زاوية 90 درجة، تمام؟ بيسمى ايه؟ البيتوت تيوب، تمام؟ البيتوت تيوب عمل حاجة خلقها اللي هي نتيجة ان السرعة اتحولت لصفر، عمل حاجة اسمها ايه؟ ستاجنيشن، تمام؟ ستاجنيشن اللي هو السكون الفجائي، واضح؟ طيب انا لو في الحاله العاديه، لو في الحاله العاديه الماسورتين زي بعض بتقيس ستاتيك هيد، كانت البريشر زي البريشر، الهيد هيبقى زي الهيد، تمام؟ اللي هو البي على جاما والفلوست هي هي. طب نتيجه ان انا حولت الفي 2 ديت لقيمتها بصفر، تمام، اللي هي كل الكاينيتيك انرجي نتيجه تحولها للسكون الفجائي، انها السرعه بقت عندي بزيرو، طب هل دي هتتلاشى في الهواء؟ استحاله طبعا، يعني زي ما احنا عارفين كونسرفيشن اوف انرجي، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن تتحول من صوره الى اخرى. طيب ده اللي حصل بقى، ان القيمه بتاعتها ديت نتيجه انها تحولت بالصفر راحت وجت هنا فين؟ علت لي قيمه الضغط بتاعي في النقطه ديت، وتحولت من القيمة اللي هي كانوا الاثنين على نفس الخط هنا، زادت بالقيمة ايه؟ الجديدة ديت اللي هي تعتبر ما تعادل ال اللي هي تعتبر ما تعادل تحول الكاينيتيك انرجي، تمام؟ يبقى انا دلوقتي البريشر بتاعي القيمة هنا هترمز لها البي على جاما ديت اللي هي عبارة عن ايه؟ الاتش كابيتال اللي موجودة عندي هنا كده، والبي الصغير والبي على جاما اللي موجوده هنا الاتش سمول، يبقى الفرق ما بين الاثنين اللي هو يعتبر ايه؟ الدلتا اتش اللي هو ما يسمى بالال، تمام؟ طيب انا دلوقتي يبقى انا عندي بي 2 ناقص بي 1 على جاما، تمام؟ بيساوي الفي 1 سكوير على 2 جي. طيب يبقى انا عندي الدلتا اتش بتساوي الفي واحد سكوير على اتنين جي، تمام؟ منها بقى نقدر نقول ان الفي بتساوي جذر اتنين جي دلتا اتش، تمام؟ وهنا العالم بيتوت لما اخترع البيتو تيوب، تمام؟ لما اخترع البيتو تيوب كان الغرض منها ان هو يقدر يحسب السرعة داخل المقطع بالشكل ده كده، عمل اتنين مانومتر والاتنين
كان بيوصلهم ببعض بحيث ان هو يقيس فرق الضغط ما بين الاثنين، بحيث ان هو يجيب ال ويبقى او اللي هو الدلتا اتش ما يسمى بالاتش، ونقول الدلتا اتش او الفيلوسيتي بتساوي جذر 2 جي اتش. تمام. وده استغل خاصيه الاستجنيشن بريشر او الاستجنيشن السكون الفجائي، وحوله كل القيمه دي اتحولت هنا عندي بالشكل ده كده. يبقى لما تشوف في المساله على طول في برنولي او في اي بايبس المانومتر بتاعك جاي بشكل كوع كده، اعرف انه عنده استجنيشن على طول، وان الفيلوسيتي بتاعه بيساوي زيرو والقيمه بتاعته زادت بالفرق اللي هو ايه تحول طاقه الحركه كله الى ايه طاقه بريشر. تمام. نرجع بقى لموضوعنا ونكمل بقى البايب لاينز. طيب في كونكشن ان بايبس او البايب سيستمز، في نوعين من البايب سيستم. في اول حاجه السيريز والبارالي اللي هو ما يسمى بالتوالي والتوازي. تمام. طيب لو انا هعمل الاثنين جنب بعض كده علشان نشرح الفرق واحنا شغالين اول باول. سيريز أنا مثلا عندي نقطة واحد اتنين تلاتة، وهنا المسار واحد اتنين تلاتة، الكيو توتال اللي داخلة اتقسمت جزء راح هنا وجزء راح هنا وجزء راح هنا، يبقى الكيو توتال بتساوي كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو ثلاثة. هنا كيو توتال بتساوي كيو واحد بتساوي كيو اتنين بتساوي كيو ثلاثة. طيب الكيو واحد اللي هي عبارة عن ايه واحد في واحد بتساوي ايه اتنين في اتنين بتساوي ايه ثلاثة في ثلاثة. شايفين الفكرة يا جماعة؟ طيب نيجي هنا كيو توتال او كيو واحد بتساوي ايه واحد في واحد زائد A2 V2 زائد A3 V3. يبقى شوف الفكرة ماشية ازاي يا جماعة. طيب يبقى أنا عندي كميات المية متساوية، هنا كميات المية بتتجمع مع بعض، يعني شايف الفكرة ايه؟ أنا همسح بس ناقص عشان الناس لا تفتكر زائد أو ناقص. ماشي. طيب يبقى ده السيريز وده البارالل. طيب اللوسز هنا ال H losses بتساوي summation H losses واحد زائد H losses اتنين زائد H losses تلاتة. يبقى أنا هنا بجمع المفاقيد وأنا ماشي على الخط، هنا بجمع المفاقيد وأنا ماشي على الخط. هنا اللوسز عبارة عن إيه؟ المسارات المتوازية متساوية، المفاقيد في المسارات المتوازية متساوية. هكتبها لكم بالعربي عشان الناس ما تتلخبطش. المفاقيد داخل المسارات المتوازية متساوية، يعني الـ H
losses في المسار واحد بتساوي h losses في المسار اتنين بتساوي h losses في المسار تلاتة. تمام؟ طبعا جوه كلمة losses ايا كان اللي انا هتكلم عليها هنا بالشكل ده كده جواها minor او or major. تمام؟ يبقى جواها كلمة minor او major عشان الناس بس ايه ما تتلخبطش. انا بتكلم عن اللوسز عموما هنا او هنا او هنا او هنا او هنا او هنا، بتكلم عن اللوسز عموما اللي احنا لسه قلناها في اول المحاضرة اللي هي كنا في الجزء ده هنا كده. تمام؟ اللي هو الجزء ده كان هنا كده الاتش لوسز الموجودة هنا كده دي. ماشي؟ ايا كانت هي عبارة عن ايه جواها اللوسز الميجر او المينور. تمام؟ خلي بالك الاتش بامب اشارتها في البرنولي بالسالب عشان ايه الناس ما تتلخبطش. طيب نرجع تاني بقى مع بعض، وعلى طول هنحل مثال مع بعض ايه على الاتش لوسز علشان الناس او البايب سيستم علشان الناس ايه تقدر تبقى الصوره واضحه قدامها. هننهي الفيديو ده ونفتح فيديو جديد بحيث ان ايه علشان الوقت التايم بتاعنا ما يقفلش علينا واحنا شغالين في وسط المثال.